عليكم أصدقاء ديالنا كما تشاهدون، رانا نقوم بهدم قاع المتن هنا، إلا ركبنا لواحد الأعيان العرس، بعد ما انتهاو حنا جبنا العمال باش نهدموها، أنا والصديق ديالي علي، سي علي أجي من أخويا، هو علي نورش الليل، شلال النحاس، شلال تاع النحاس سي علي، ها هو معروف على صعيد وجدة. رجل طيب ولد الخير، هما العمال ديالنا هم يقومون بهدم القاع المتنقل للأفراح، شابيطو 6018، دور دور باش نصور 6018، حنا كنت نصوره 6018، كما تشاهدون العمال يقومون بهدم فراسي من نوع الجيدة، فراسي فراسي، هما العمال يقومون بجمع لوازم أفراح من كراسي وطاولات وأواني وكؤوس، كما تشاهدون العمال هنا عمال صراحة كنعولوا عليهم، أنا راني أنا والأخ ديالي علي، روح علي منا روح. الأخ ديالي علي، الأخ ديالي علي اللي كان مشلل نتاع النحاس، عامل صراحة إنسان طيب ولد الفلاج ديالنا، جزاه الله كل الخير، شكرا. ها هي القاعة متنقلة، حنا حنا نقوم بالهدم ديالها، جمعنا الكراسي، الزرابي لازالت على الأرض باش ممكن طيحو الكتان ما يتوسخناش، لينا ومازالين على الأرض. قاعة فيها 6 على 18، يعني جد رائعة صراحة، جد رائعة، جد جد رائعة، قاعة جميلة جدا، نطلب من هذا العريسين العروسين إن شاء الله نتوفق في هذا العرس ونرزقهما المالول والبنون، المالول والبنون والذرية الصالحة. الأخ علي ها هو كما تلاحظون، الأخ علي ديالنا، تبارك الله السي علي، الله يبارك فيك السي، ها هو علي معنا حاضر، تبارك الله السي عبد الله، ها هي العمال، العاملين، هذي تشوفها من السطح ديالها، القاعة ديالها من السطح من فوق، كراسي ها هما، نجمعهم. قاعة رائعة فيها 6 على 18. أنا والأخ ديالي جينا بجنة العمال، وصلت النساء اللي كانوا يسربيو، قلنا دوك ولا ما نخدمو هذا كراسي عندنا رويال، قاعة هزت لنا 16 طابلة، 160 كرسي، زائد بيفي، باش حطينا عليها عواصير، طاولات، قاعة جيدة. ما تلاحظون قاعة رائعة جيدة جدا، هذا عرس كمل دارو بالنهار البارح واليوم بالنهار، وجينا باش نجمعو كراسي ونقلعو الكتان ونهدمو عليه القاعة، هنا تطلب الوقت حديد من نوع الجيد منها، يعني كارفانيزي ما يتصداش وتقيد، يعني تقيد صراحة. هذا التوب ديالها باش كنا نسوقو، هذا التوب، هذا التوب عبد الكريم اللي كندورو على ها هو، توليج على يعني اللي داير على القاعة هنا، قاعة جيدة، كرزازي معانا، الله يسخر العروسين، الله يرزقهم الذرية الصالحة، هنا كنتساعدو من الجميع، عندنا جوج تاع لي شابيطو، واحد فيه 6 على 12 وواحد 6 على 18، كراسي عندنا رويال، زرابي كما تشاهدون، النوع الجيد، هنا شيء رائع جدا، قاعة متنقلة جيدة كما تشاهدون. قاعة
رائعة دائما مع أفراح ديالنا، كنساعدوا مع الناس اللي ما عندهمش صراحة، لأن أثمنة مناسبة. هذا العمل يعني كنجي للمغرب كنخدمو يعني طيلة السنة، وني هذا الصيف كان عمر مع الأخ ديالي لقاعة متنقلة فيها 6 على 18 جوج تاع لي دالون، شيء رائع جدا. زرابي كتنزر بها زيت هاد القاعة 6 على 18 زائد 16 المائدة مع 160 كرسي زائد منصة تاع العروسة والعريس، راهم جمعوها كما تلاحظون. العمال راهم خدامين، راهم يجمعو الماتيريال. قاعة جيدة صراحة، نتمنى للعروسين. هنا الكراسي، هنا نجمعو الماتيريال، الماتيريال كراسة، هادو الطاولات. جمعنا بدينا نوصلو، غادي نوصلو لاشين في السيارة ديالي، في السيارة ديالي الكراسي. والله إلا قلنا نعرفو كراسي هادو هم مرة من يجمعو، من يجمعو لنا الكؤوس، الكؤوس كما تلاحظون. قاعة رائعة قمنا بتركيبها البارحة، اشتغلوا بها في المساء واليوم في الصباح، وهذا المساء نتاع دركا، وحنا قمنا بالهدم ديالها باش نمشيو غادي نركبوها واحد الجهة أخرى واحد العرس أخر، صيفطوا الخدامة. عندنا ماتيريال الحمد لله، كراسي جيدين الحمد لله. دائما حنا في عمل، في عمل، إنما العمل عبادة. هادو كؤوس، كؤوس لا لا كؤوس ما تنساوش المشاركة معنا، كيصلكم جديد في أبوني وجيم ووضع الزر على الجرس لكي يصلكم الجديد. والسلام عليكم في فيديو آخر إن شاء الله.